آسف، دلوقتي جه دوري أقول حقيقة شعوري. شجعت كتير ألمانيا، ما كانش فيه وقتها حاجة تانية، وكنت فاكر إنه حالي هينصلح ويا الإيطالي. كنت حاسه شيء محال أسيب الدون والبرتغال. بعترف دورت على فريق تقيل، ما ملاش عيني غير صمبة البرازيل. مش عارف أروح لمين، رميت حمولي على الأرجنتين. كان ساعتها ماليش عزيز، حبيت بصدق الإنجليز. واتفاجئت، شيء ما كانش في الخيال، مصر تشم تاني المونديال. أيوة كترت الوعود، كان ساعتها ماليش وجود. بس آسف، جه أوان أرجع لأصلي. من النهاردة هتافي مصري، خلاص كلنا عارفين السنة دي هنشجع مين. ابعت الكود اللي على إزازة كلير عشان تخش سحب وتسافر تشجع المنتخب. كلير، الراعي الرسمي لشعور المشجع المصري.